جاءني سؤال أن رمضان يأتي والأقصى وحيد، فماذا نفعل؟ هل فعلا الأقصى وحيد؟ هل فعلا خلا من المصلين؟ هل هذا يجوز في أمة مليارين؟ هل نستطيع أن نفعل شيئا ونحن محجوزون عن الأقصى؟ نعم نستطيع أن نفعل، ودعونا ننظر ماذا يمكن أن نفعل. الأقصى مسجدنا الثالث، الأقصى مقدس من مقدساتنا، الأقصى بركة من بركات الأمة، الصلاة فيه 500 صلاة، 500، أي أجر عظيم، أي فضل كريم لمن استطاع أن يصلي فيه. نحن حرمنا، وعلى مدى السنين حرمنا، لكن أنتم تعرفوا جميعا أن المؤمن إذا كان قد نوى، المؤمن إذا كان قد نوى، فالمؤمن في هذه الحالة إذا منع حوصر سيكتب له الأجر كاملا. إذا منعت أنا مثلا من الحج ونويت الحج ومنعوني، سيكتب لي الحج، هذا من فضل الله عز وجل. فأول شيء يجب أن نفعله جميعا هو أن ننوي أن نصلي في المسجد الأقصى، هذا أقل شيء تفعله. إنه أنه لو فتح الطريق أنا سأكون ثاني يوم في المسجد الأقصى، وتكونوا جادين في هذه النية، عندها سيكتب لكم الأجر وكأنكم صليتم في الأقصى، وعندها لن يظل الأقصى وحيدا. أيضا الأقصى فيه بفضل الله تعالى مرابطين لا يتركونه ليل نهار، هؤلاء نحييهم ونذكر لهم أننا لم ننساهم، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذا الفضل أنهم يكونوا نوابا عن كل الأمة في أن لا يتركوا الأقصى وحيدا. هذا أيضا معنى من المعاني. أيضا حتى لا يترك الأقصى وحيدا، علموا أولادكم ما هو الأقصى، أروهم صورا، ميزوا لهم بين الأقصى وقبة الصخرة، علموهم تاريخ المسجد الأقصى، علموهم التعلق بالمسجد الأقصى. وأنا رأيت يعني بعض الشباب ما شاء الله قاموا بشيء رائع من virtual reality اللي هو التكنولوجيا الافتراضية، فالواحد يلبس هذه النظارة ويمشي كأنه في المسجد الأقصى، ويدخل فيه ويصعد الدرج وكله يحرك كأنني أعيش في المسجد الأقصى. افعلوا ذلك، استعملوا هذه التكنولوجيا لينزرع الأقصى في نفوسكم، والأهم أن يزرع في الأجيال القادمة، فعندها لن يترك الأقصى وحيدا. أيضا الأقصى من أشعل فيه إنارة بزيت الزيتون هذا له الأجر العظيم، فما بالكم بمن يتبرع ويدعم استمرار البناء فيه، واستمرار الصيانة فيه، واستمرار دعم المرابطين فيه. فالذي يقدر أن يساهم فليفعل ذلك. أيضا الجهود التوثيقية التاريخية التي تثبت أن الأقصى لنا، وأن اليهود تخلوا عن مقدساتهم سنين طويلة أصلا، وليس لهم حق في المسجد الأقصى، والهيكل هذا كله مزعوم، وإثبات هذه القضية التاريخية هذا جزء من الجهاد بأن لا نترك الأقصى وحيدا، ونثبت للعالم هذه المسائل. اليوم على فكرة هم صوتهم أعلى منا في هذه المسألة، فالعالم مقتنع أن هذا مكان هيكلهم، دعونا نثبت للعالم أنه ليس كذلك، هذا جزء من الجهاد وجزء من دورنا ألا نترك الأقصى وحيدا. إذن مساندة من يرابط فيه، مساندة الوصول إليه، الوعي الثقافي، الوعي الإيماني، الوعي التاريخي، الدعم المالي، هذه كلها وسائل حتى لا نترك الأقصى وحيدا.
ولا يجوز أن نتركه ومن فيه وحيدا، لأننا إذا تركناه تركنا جزءا من ديننا، بل من قرآننا. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، ما قال فيه البركة فيه ثابتة ودائمة، لكن حتى كل ما حوله مبارك، الذي باركنا حوله. ففلسطين كلها مباركة بسبب هذا الأقصى، لأنها حول الأقصى. فانشروا هذا الفكر بين الناس.